الآن نحن نقول لهؤلاء المشبهة الجهمية أثبتوا سائر النصوص فأثبتوا حلول الله في كل الخلق، ونحن نزهنا الله عن مطلق المكان العلوي قبل السفلي، الله منزه عن المكان لأنه كان في الأزل بلا مكان وهو خالق المكان، المكان مخلوق، المكان ضيق، المكان لا يحصر إلا المخلوق، والله الخالق لا يحصره مكان كما لا يجري عليه زمان. فكلها عندنا ليست على ظاهرها كما ثبت عن أئمة الإسلام، والأقوال سيأتي أو قول القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقول تعالى أأمنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. هذا مذهب أهل السنة وسائر الطوائف عدا المجسمة.